موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، يجيكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد. قبل ما يبدا المقطع لازم نشكركم على الدعم اللي قاعدين تسوونه، اقسم بالله شيء رهيب جدا جدا جدا. الله يسعدكم زي ما تسعدوني. المقطع اللي راح وصل 14000 لايك. لا تقصروا بالدعم في هذا المقطع، نبغى نوصل 14000 لايك في 12 ساعة. تقدرون ولا راح صعبة؟ بس ان شاء الله تقدرون. اليوم جايب لكم السيارة الثانية. قلت لكم في الحلقة اللي راحت من روكت ليج ان في سيارة ثانية، هل تبون نلعب فيها او لا؟ كومنتات اغلبهم يقولون العب فيها، وفي ناس يقولون منين تجيب سيارات؟ السيارات اغلبها شاريها من قبل، من زمان شاريها، من سنتين ثلاث سنين. سيارة اليوم نفس اللعبة اللي هي هوت ويلز، سيارة كلاسيكية تعتبر، لكن لاحظ هنا هذه كلاسيكية عادية، لكن هذه كلاسيكية معدلة. شوف الشكمان اللي على الجنب كذا وحركات والنار اللي فوق معدلة تعديل اسطوري. هنا الهيكل العظمي قدام، فرهيب السيارة. وانا حطيت لون اسود، في ناس كثيرين يقولون كيف تجيب اللون الاسود. قاعد العب على ستيم واستخدم برنامج اسمه باكس مود. قد نزلت مقطع كامل عن باكس مود، فلو تكتب كيف تخلي السياره سوداء هيطلع لك شرح. اتوقع في ناس غير يشرحوا بعد، فاذا ما نسيت حطيت لكم رابط تحت، اذا ما نسيت يعني حطيت لكم رابط شرح. فخلونا نبدا في سياره اليوم وندخل كوم زي العاده، ويا رب ما ننجلد. بسم الله. لعب والله. اول اسيست خرجت اللي جنبي خرشه. اوكي الله 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 الله. صح نسيت اقولكم، ترى باكس مود هو اللي يعطيك هذه العاده اللي يحط على كل سياره طقتها وزي كذا. الله الله الله، بتنزل على طول تحت. يو طقها يا ساتر. اوفر قوي قوي ولا تستعجل تكفى. والله خوي مستعجل مره. هدف. يوه حرك يا خوي، وقف ليه؟ الين نكبه. القم 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 يا ربي روح. مو برايح الكوارث. شو ترول؟ حسبي الله عليك، والله حسبي الله عليك، قاعد تخرب المقطع. جيم اول فاشل جدا والله العظيم. ذا الناس اللي زي كذا ما ادري ايش يحسون فيه صراحه، وما ادري ليش يلعبون 2 في 2. هدف. هديه يا شباب، هديه. هدف. يس يا شيخ، هدف 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 العوده باذن الله، هدف العوده. ايوه ايوه والله يا نايس. شلون؟ الله الحمد لله انه طار. الله الله صامدون صامدون. سيارة ما عجبتني ابدا. ما معك بوس، ما معك بوس. حسيت بطقه بس جيجي. والله جيجي. اوكي يا ساتر يا ساتر، دي بدايتها. يا ابن حلال، كرة لي كرة لي، وش تبي؟ يلا روح يلا روح يلا كورتك. ايوه 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 ترقص. هذا شغله تيو تيو حقت سام. شوتو يا عيني تربل. عندي اصطدمت هي ولا شوفوا طق الاولى طق الثانيه طق ثالثه. يو والله غريب يعني، بس الحمد لله جت. امشي خوي. ايوه خذيت بوست. يا صح عليك الله صح عليك. تكفى لا صدق. الخم الشعب. يوه يا ساتر يا ساتر.
اكفى يا اخوي. لا تكفى. هو ضيعها. الحمد لله. اكفى. طيب يا اخوي. لا ما ابغى اسوي كذا والله. الله العظيم قهر. والله كلوز شوف كيف. يبغى يصدم بعد ذا. غير ما طولك. حلو. يا عيني يا اخوي. تكفى. شغل. يس. يا عيني يا شيخ. كويس انه خلالي ذي الكورة والله. ما ادري ما معبوس ولا ايش بس خلالي الكورة. استغربت انا. يا ساتر. والله مباراة حامية. يا ساتر الطقة الخايسة. اوكي. يا ساتر يا ساتر. والله نكبة. والله انه نكبة. شوفوا بالله. اوكي. خيرا قال ما يبات. الحمد لله. لك يا خوي. يعني. لا تبوست عنه. يا ساتر. ايوه مشي 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 مشي. يا عيني. يا عيني على الاسيست. ثانية. ثالثة. رابعة. شوت. يا ساتر. يا عيني. يا ليته ما صكني يمكن اوصلها الزاوية. تكفي خوي. يا عيني. على طول واتسيب. يا عيني يا شيخ. والله صح. والله صح يا الحطة والله. ما ادري ايش يبي. الله يحب جدار. نايس شوت. نايس شوت. الله يحب جدار يا عيال. لا شيء. يا عيني. يا عيني يميت فاهم ما يخش علي كورة. فوز النتيجة. فوز. جول جول يا خوي. تكفى. يوه عرضة ثانية. جول يجي. لا والله مو جول. لا والله مو جول. جول لنا. نو نايس. الله العظيم يا اخي. يا اخي شكرا على الخوي اللي كذا يا اخي. يمين بله مرجله. اوكي. يا عيني. جي ويل بليد. لاست جيم ويا رب يا كريم ان اختمهم. بس جيم صراحة كراني. الجيم كله راحت اجيب الاول. لكن هذا حرفيا ما بقى لي شيء. كل شوي يجيب اهدافه. يا عيني على الاسست. يا عيني على الاسست. الله. نايس شوت. الله نايس شوت. اسست جميل جدا. وين لعبها صح. اوكي. حط حط. لا والله حرام. عيني. بس خلها لي. خلها لي يا ابوي. والله انه بغى يجيب العيد في طقه بس الحمد لله. الحمد لله اني وراه. لك. يو يا خوي يا فهمني. يا خوي يا فهمني. والله يا فهمني. نايس. دربلين كل شيء. جيم جميل. والله جيم جميل. هذا هدف. لك يا خوي. الله العظيم شكرا. الحمد لله الحمد لله انه سوى اسست نفسه. الحمد لله. يا ساتر والله ترى الشوطه جدا جميله ذي. ما ادري شلون صدها. انا اسف جدا جدا. كان ودي اسوي حركات بركات ماستيف ليك. الله هجت. ما في اي شيء. يجي يجي. الله يجي. جيم جميل لطيف. الله العظيم ذات واز فن. عموما بس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله مقطع عجبكم. الله يسعدكم جميعا على الدعم. باذن الله ما تقصروا في هذا المقطع زي ما قلت لكم. نبغى نوصل 15000 لايك او 14000 لايك. نشوفكم على خير. لا تنسون كود الايتم شوف في اس ال.